والنجمة إليسا والنجم راغب علامة والنجمة نانسي عجرم والنجم مدحت صالح والكينج محمد منير وست كل أنغام. وطبعا حفلة ضخمة جدا هتكون للموسيقار العالمي عمر خيرت. ومن الإمارات هيكون معانا بلقيس، ومن المغرب هيكون معانا أمين بوتشار. عندنا كمان في حفلة هيكون فيها الساحر العالمي كريس، هيعمل شو ما حدش شافه قبل كده، هيعقدنا. طيب انتوا جاهزين اللي هقوله دلوقتي ولا مش جاهزين؟ جاهزين؟ انا مش جاهز. طيب انا حابب طبعا اشكر الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه على الشغل الحلو الراقي اللي بيتعمل. كمان بنشكر القائمين على اداره جهاز مدينه العالمين الجديده، حيوهم لو سمحتوا. طبعا النهارده احنا معانا نجم حبيبنا قوي بصراحه، يعني قوي، لا قوي، لا مش سامع القوي اللي ورا، ايه ساكتين ليه؟ طيب انا قلت لكم طبعا معانا نجوم من الوطن العربي كله، والنهارده بنبتدي مهرجان العالم عالمين بالراجل هقول عليه المصري الاصيل اهو. طب اقلب الصوره الناحيه الثانيه عشان الناس تشوف، اقلب الصوره. ده الناحيتين ماشي. الراجل المصري الاصيل، الفنان اللي هقول عليه عبقري، اللي كان عنده طموح وفنان ذكي، هيكون معاكم كمان شويه. وانا شخصيا بحبه جدا 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 لاسباب كتيره. هيكون معانا النهارده تامر حسني يا اولاد، هو ده الصح، تامر حسني يا اولاد. طب تامر حسني يا بنات، البنات تكسب طبعا. مين بيعرف يرقص زيه؟ ها تعرف ترقص زيه؟ وسعوا لها شويه كده، وسعوا بقى هنصورك. انت قلتي انا بكل جراءه اغششك حركه. طب وسعوا لها شويه، وسعوا لها كمان لو سمحتوا. انت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ سهى؟ نهى؟ ضحى؟ سمعي تقيل. يلا يا دوحة ورينا، ورينا رقصة. يلا ها اوريك انا وتقلديني، انا بقلده يعني. انا بصي 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 يا دوحة، دوحة يلا يا دوحة، يا تطلعي فوق يلا اعمليها. طب مين يعرف يعمل الحركة اللي أنا عملتها دي؟ يلا يا شباب، يلا يلا يلا. ها فين؟ يلا طب ورونا فين عشان تامر يتبسط، حوري له كل الكلام ده. فين؟ فين؟ مش شايف أنا. عاملها تاني؟ أنتوا مش حافظينها؟ طب عيلها معايا، يلا يلا. واحد اتنين ها. بس أنا النهارده اتشرفت بحضراتكم جدا، وإن شاء الله هتقضوا وقت حلو وتكونوا دايما معانا في العالم عالمين. بس قبل ما امشي، العالم ايه؟ مش حلوه. العالم ايه؟ التالتة تابتة. العالم ايه؟ شكرا ليكم. ودلوقتي هيكون معانا ديسكو بيروت، وكل سنه وانتم طيبين، ومبروك علينا مدينه العالمين الجديده. شكرا.